التفجير الإرهابي لطال قرية الرشاد التابعة إلى ناحية المقدادية واللي أسفر عن استشهاد 13 مواطن أغلبهم من المدنيين، لتصحو ديالى على هجوم ثاني استهدف قرية نهر الإمام اللي راح ضحيتها أيضا أكثر من 12 شهيد وحرق ما يقارب 20 منزل. مقاطع فيديو كثيرة تدمي القلب انتشرت لأهالي الشهداء وتوافدهم على المستشفى. نشاهد. أكثر من هاشتاج نشط في تويتر للتضامن مع المقدادية، ومنها هاشتاج المقدادية تنزف، أيضا هاشتاج شهداء المقدادية وديالة تنزف. هذه الهاشتاج عبر من خلالها العراقيين عن حزنهم وألمهم لهذا التفجير الإرهابي اللي ذهب ضحيته كالعادة الأبرياء. تعليقات أيضا كانت كثيرة في فيسبوك، وإليكم البعض منها. حرب محمود قال: جوع وفقر ولا توجد خدمات صحية، كهرباء ماكو، مياه معدومة في كل ديالة، وفوق كل هذا الإرهاب منتشر بيها وما حد من المسؤولين في الدولة مهتم، دم العراقي صار رخيص. علي أيضا كتب في فيسبوك: إذا اجتمع السياسيين سرقونا، وإذا تخاصموا قتلونا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الرحمة والخلود لأرواحهم الطاهرة واللعنة على قاتليهم. أما سفانا حاتم فكتبت تعليق قالت فيه: تنوع جراحنا داخل الوطن وخارجه، منا من ينزف دماء ومنا من يذرف دموعا. هذه كانت بعض التعليقات لدولة هذا التفجير.